الأول مدام نبيلة، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلمي، ازي أهلا حضرتك؟ بحضرتك. عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله. اتفضلي. ممكن أكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي مع حضرتك. أهلا وسهلا نبيلة. الو، السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، معايا حفيدي لو سمحت، عنده 8 سنين. عنده فرط حركة، شقاوة جدا، لو في لعبة بيلعب بيها وأخوه مثلا، أنت دور وأخوك دور، لأ استحالة. لا انا هو الاصغر ولا الاكبر؟ هو الكبير، هو عنده 8 سنين واخوه عنده 4 سنين. تمام. استحاله مثلا يخلي اخوه مثلا هو دوره ده دور، لا اتعلم الكذب بقى، يكذب. تمام. ما اعرفش يحرج مامته في المدرسه، مامته مجرد ما تدخل المدرسه، ايه ده انت هاديه كده ليه المسات؟ ده ابنك شقي جدا، ابنك مش عارف ايه، لدرجه هي بيغير يا مدام نبيله؟ لا لا خالص. ما بيغيرش من اخوه؟ لا لا خالص خالص خالص. عنده فرط حركه في الشقه، مستحيل يقعد، باي افعاله غير طبيعيه خالص خالص خالص، لدرجه احنا قلنا نوديه للدكتور سلوكيات او حاجه. ناس خوفتنا، يقول لك بيدوا لهم علاج بيغير بالهرمونات بتاع الجسم وحاجه زي كده، مش يعني خايفه ندي له علاج. طبعا ليها سؤالين يا مدام نبيله. السؤال الاول، منذ متى هذا الكلام؟ بقاله فتره؟ لا لا، ده من صغره من صغره. ده حتى وهو بيبي كان صغير ما بينامش طبيعي زي البيبيات اللي بتنام ديت. يعني البيبي كان مثلا ياخد الرضعه بتاعته وينام مش عارف ايه. لا طب هو كان مولود في اي مشاكل ولا لا؟ لا خالص، مولود طبيعي خالص خالص. بس هو بقى سلوكياته غير طبيعيه خالص، لدرجه الاسلوب الكلام نفسه بيتكلم مش الاسلوب بتاعنا. طيب زي ما يكون قاعد في الشارع. طب هو بيختلط بمين او خالص نهائي، ما بينزلش غير المدرسه حتى، يعني ما فيش المسات، مجرد من مامته تدخل المدرسه، لا ابنك لدرجه. طب هو من ساعه ما راح، ما هو اصل عشان اسلوبه، يعني لو هو اسلوبه مختلف عن اسلوبكم، بيتهيألي دكتور لازم يكون شاف حد كده، ولا ممكن يوتيوب. اليوتيوب والانترنت بقى، بيقعد بقى على اليوتيوب والانترنت والموبايل والكلام ده، يعني عاملين الموضوع دوت بحدود مش قوي، لدرجة مامته توديه النادي تقول ممكن ينطلق يلعب مش عارف ايه، ويجي مثلا يبقى يعني يجي ينام، لا عايز يكمل لعب، عايز يكمل حركة، عايز يكمل طاقة، مهايبر طول النهار في النادي، يلعب ويجري ويلعب كورة ما شاء الله. لا وده بقى عرضه لا قدر الله لأي حوادث، يعني اتخبط، اتعور الكعبل، خالص 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 مفيش. لدرجة دلوقتي بقى باباه ومامته يضربوه ضرب، بزعل منهم. لا حرام الضرب ده، حرام بس حرام. هو فعلا يعني حتى ما تروح عند جدته، لا ابنك مش متربي، ابنك مش عارف، وهي يعني هو بيسمع الكلام ده؟ بيسمع، بس عارفه ايه، وكلمها حبيبي ماما هتوديك النادي، ماما هتعمل، حبيبي اسمع كلامها، عارفه تتكلمي وهو عينه باصه لحاجه ثانيه خالص، دماغه بتفكر في حاجه ثانيه. يعني كده. تمام. شوف حضرتك انصحنا نعمل ايه؟ نوديه ايه؟ نعمل ايه؟ تمام. حاضر، تابعينا يا مدام نبيل. هنا الموضوع يا لميا، طبعا كثر الكلام عليه، لكن هو الموضوع هنا لا ارادي، نمره واحد لا ارادي، يعني الولد ده مش بيعمل كده بمزاجه. بالظبط. هو محكوم بكده، اللي هي اخر كلمه حتى قالت انه هي ايه مواصفات الطفل اللي هو من هذا النمط؟ رغاي، مندفع في ردوده بسرعه، في تصرفاته، في اجاباته، حتى ما بيقعدش شويه، ما بيقعدش، بيحرك ويفرك. زي ما اقول لك، هو بيتكلم صوته عالي، مش مراعي ان في ناس موجوده، مندفع، يروح متكعبل، يروح زائق اللي وراه، يغلس على اخته، يخش على الكمبيوتر مش عارف يعمل ايه، يكسر لك كذا، هو لا ينوي ابدا ايذاء حد، لكن هو متورك شويه. الحركه الناس احنا قلنا فيه كده وفي كده، في حركيين وممكن يبقى اخوه ساكن، لكن لما الكبير بيبقى مثير اكتر للجدل وبيضربوه للاسف، لانه بيفتكر انه قليل ادب، والكلمات اللي بنلقطها احنا كاطفال غالبا الكلمه الرنانه، وغالبا الرنانه بتبقى مش حلوه، بتبقى كلمه بايخه. يعني الكي وورد في الفقره، فانت بيتجمع عنده حصيله كلمات ايه اللي هي كلمات صعبه، فانت تقول ما اعرفش بيجيب الكلمات دي منين. هو طفل عادي، وبالعكس كل ما انت تسيء اليه وتبدا تضربه او تزعق له او تنتقده او تشتمه، كل ما هيبدا يزيد اكتر ويخش بقى مرحله الكذب اللي قالت عليه. طب نعمل ايه؟ امتى الدكتور بيخرج يا لميا بره اقواس؟ لما يحس ان الموضوع خرج بره اقواس التحكم، وهي السرعه الطبيعيه اللي ممكن ما تعمليش مشاكل، او الاندفاع، الشقاوه العاديه، الشقاوه العاديه. خلاص، هنا لابد، انا عايز اطمن الام. وكثير من الامهات، لسه كانت معايا ام اونلاين من امريكا، مصريه من الفيوم، وقعدنا نتكلم نقنع في انه انا والله مع الحاجات الطبيعيه ما فيش مشاكل، بس في حاجات، والا ربنا ما كانش جعل الدكتور او الداء والدواء. ففي حاجات معينه ليس لها تاثير خاص على الهرمونات خالص. طبعا احنا لازم برضو، احنا في رايحين لمين؟ رايحين لحد متخصص في هذا،
مش رايحين لحد بيهوى او حد مش دكتور في كليه الطب نفسها يكون خريج طب ما يكتبش ادويه، لكن لما نروح له بقى عارفين رايحين الادويه اللي بتكتب محسوبه بقسطاس مبين، وجرعات الاطفال غير جرعات الكبار طبعا، والعيال بتتحول يا لمي، وحالات بيتاخد فيها بعض الادويه وحالات لا، وحالات لا، لكن هي درجه السرعه دي اللي هل بتؤدي الى حوادث يعني هو لا. في حالته يا دكتور لابد من استشاره حد متخصص، يفضل استشاره ليه؟ مش عشان الدواء، اوكي، عشان يحط لهم بلان يا لمي، يعني هو الحركه يتعاملوا ازاي معاه، تتوجه ازاي وهم يعاملوا ازاي حركته دي السريعه لها توجيه معين ممكن نوجهها لشكل مفيد. لكن ان انت لو كنت تقصد ان انت تدي له دواء او ان انت تسكنه يفضل ساكن حتى الدكتور اللي بيدي، لا مش الهدف كده، انا مش هدف ان انا اخمده، لا لا، الهدف ان انا اوجه حركته بشكل بناء وبشكل ما يجيبش ضرر ليه ولا للاخرين. والكلمه الاخيره اللي عايز اقولها يعني نرجع تاني لاحراج المجتمع. يا جماعه المجتمع كلامه وتعليقاته على الاطفال يعني الكلام صح. اللي هو بيتقال ده ابنك مش متربي، انت ما عرفتيش تربي، مش عارفه ايه الكلام ده، ده كلام ناس مش قادره تفهم عن ايه الطفل، بتزود يعني مشاكله، مشاكل الولد اكتر طبعا، يعني تقعد تحرج تقول لي شفت عملت فينا ايه كذا، وتقعد بتطلع الطاقه السلبيه في العيل، يقوم العيل يبدا يكذب او يخاف او يطلع سلوك مش ظريف او يتهته. تمام.